دي حتى جد بتضايق لما يكون في صورة. بكره كنت بتعوي والله كان عشان شفته قلت كان بعوي اقسم بالله هاي حقيقته كلب. مو مش قد بتضايق لما تشوف عامل هيك وحده هيك وحده هيك. اوكي مرحبا السلام عليكم كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير احبكم ربي يستر يا جماعه. اول شيء سمعونا الصلاه على النبي اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا جماعه اليوم الفيديو هو طبعا يا جماعه جبنا شموع حلو وجبنا مصرات وطبعا راح يكون في راح اشرح لكم هلا الفكره بعد ما اضبط الشموع لحتى تفهموها. ثانيه وحده بس نظبط الشموع. ربي يستر يا جماعه. طبعا مثل ما شفتوا تقريبا فهمتوا الفكره. الفكره هي طبعا هون رح اشرح لكم اياها. طبعا هدول الشموع رح نشغلهم حلو. اخوي محمد رح يكون قاعد هون فرح ينفخ حلو. رح ينفخ احتمال ينفخ لهون احتمال ينفخ لهون احتمال ينفخ لهون. طبعا اخر شيء انا مستعد اقسم بالله مستعد اعطي تليفوني اذا بوصل للاخير وحياة الله. هو نفس الشيء مستعد يعطيني تليفونه. فالمهم يا جماعه ربي يسعدكم راح ينفخ مثلا طبعا الاماكن الفاضيه ما شرحنا لكم عنها. الاماكن الفاضيه هي عقوبه بس شو هي العقوبه ما حدا بيعرف حلو. يعني مثلا انا محضر له عقوبه نحن هيك سويناها ما سوينا ان عقوبه تكون موجوده اصلا فنحن رح نعرف شو هي العقوبه حلو. فخلص في عقوبه اصلا بس اغلب العقوبات انا بالنسبه لي قلت له لاخوي محمد رح يكونوا على الانستغرام يعني قدامكم رح يتصوروا بس هن على الانستغرام. المهم هي واحد اثنين مثلا وصل اخوي محمد لهون رح ياخذ العقوبه بس هدول ما رح ياخذون حلو. وصل لهون بياخد هاي وهدول. وصل لهون بياخد هيك كل شيء من عدا العقوبة. وصل لهون بياخد العقوبة ما بياخد ولا شيء تاني. وصل لهون بياخد هاي وبياخد كل شيء. وصل لهون بياخد العقوبة ما بياخد ولا شيء تاني. وصل لهون بياخد كل شيء. وصل لهون بياخد كل شيء تمام. ربي يسعدكم يا جماعة فهمت. اوكي حجر ورقة مقص. حجر ورقة مقص. اوكي انت رح تبلش. طيب ماشي ربي يسعدكم يا جماعه. حمودي جرب طفي الاضويه. جرب طفي الاضويه. لا جرب طفي الاضويه. جرب طفي كمان ثاني. اوب هيك احلى هيك حبيت اكثر. شوف طيب اوكي ربي يسعدكم يا جماعه. طبعا عند التحدي رح نكون مطفين الاضويه هيك رح يصير التحدي احلى برايي ما بعرف. المهم جاهز انت؟ يلا حمودي معك نفخه وحده ما لي علاقه من اول مره تقول لي ابدا اوكي اوف اوف خرب بيتك لهون ما اخذ العقوبه. يا الله لو جاي لهون يا ربي دخيلك والله. شو هي العقوبه كانت؟ ايه عملك ايفون بعطيك اياه ايفون دفعت ايه انا عمري اذا هيك بلشنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ربي يسعدكم. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم يلا انا بقول راح انهيها بالبدايه. طب يلا دي عند العقوبة والله العظيم. يلا صور لي فيديو انستغرام تمام. صور لي صور لي فيديو انستغرام تمام وانا بقول لك ايمتى تنهي. يلا يلا ايش بدي احكي؟ صور انه انا شلونكم شباب وكذا يلا بس هلا انهي تنهي. ربي يسعدكم يا جماعه. حاليا نحن عم نصور فيديو على على اليوتيوب حلو وطفيت انا الشموع ووصلت عند العقوبه. ربي يسعدكم تمام. طفي ربي يسعدكم يا جماعه. ايوه يلا شغل لي اسمه تعال عندي.
اوكي والله اكلته وحياة الله. ترى على فكره انا نفخت بس ما نفخت قوي كتير، بس انا مو الفكره هون، الفكره انه نفخت انا كان بدي انفخ لشيء لمكان معين بس ما تخيلت لهون. انا فكرت يلا 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 بنعيد. اوكي الله لا يسامحك. يلا 1 2 3 تستاهل يا حبيبي. دقيقه 1 100 100 عقوبه عقوبه عقوبه. يلا يلا تعال اقول لك اعطيني هات تليفونك. بس المشكله اعطيني هالتليفونك حمودي. طلع هلا بدي اطلع لبرا. حلو بصح لك تجي بقول لك حمودي ايش شو انت؟ بتقول لي انا اسد. حلو بقول لك سمعني صوتك بتقول لي مياو. بقى تعا ما خلصت بتنوي اسمع. بقول لك هلا هذا صوت الاسد بتقول لي انت ايش بدك تقول لي ايش بدك تقول لي شيء. خلص قول لي حقك على خليني اضربك كف سابق ايش كل هوا ما لي على تحدي يا طا يلا ما في عقوبه هي عقوبه هي. يلا حموده يلا بدي اصرخ. ها يلا يلا بدي اصرخ يلا يلا ها هاي ستوري. يلا 1 2 3 حموده حموده تعال عندي تعال عندي عود لشوف عود شو انت شو انت سمعني صوتك مياو شو مياو. تعال عندي قرب 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 ايه شنو ضربه المشكله مسك التليفونين. خلاص قدام الكل انت اسد يا عمري بس قدامي لا. شو قدامي ترى مرسي ما 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 بقبل فيه هيك ما بقبل فيه ما بقبل فيه هيك. يلا هاي حذف حذف. يلا حموده تعال عندي حموده تعال عندي تعال عندي تعال عندي عودون. انت ايش يا روحي اسد شو انت اسد سمعني صوتك مياو. سمعني صوتك مياو. سمعني صوتك مياو. ايوه هذا هو. يلا ديوم روح يلا يلا روح من وشي ابدا. يلا كش 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 يلا ربي يسعدكم هالمره مع اضاءه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا روح. ايه خلصت شو طن بعت 100 كيف طفيتها؟ والله طفيتها بفخط طفيتها. يلا تعال دوري تمام. 300 تمام اللي معك 1000 تعال 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 عقوبة عقوبة يا بحياة الله. أنا قلتها والله عقوبة. تعال سيك تعال هوني تعال هوني بروكس على الأربعة على الأربعة على الأربعة بالأرض أبو بنام هيك على الأربعة بالأرض تمام. إيوه إيوه نا 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 تعال مثل ما تلعب القطة بالتختاية. يلا تعال نا 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 يلا نوي 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 لا طلع الكاميرا ونوي. إيوه إيوه ماشي خليك هيك يعني مش استعلى. تمام يعني تقصر طفي لي الضوء 1300 طفي لي الضوء طفي لي الضوء 1300 تمام طفي لي الضوء. يلا طفي الضوء شوف. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا روح يا هذا الله طفل الأخير حتى هي مصدومة. اشتاء شو ضربت معي؟ 1300 صح؟ 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1300 هذا حقه. جاب الناس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تليفوني تليفوني حمودي. انت قلت شو؟ اه انا ما راغب منك تليفونك بس تليفونك صار لي نظامي. حلو انا ما راغب منك تليفونك لي. حلو انا حبيت اعطيك تليفوني والله لو انت هي وحياة الله اعطيك تليفوني. طيب اوكي
رجعت طفيت الكاميرا. المهم يا جماعة ربي يسعدكم. المهم يا جماعة ربي يسعدكم. تعرف ايش كان لازم؟ كان لازم اذا بطفيهم كلهم بربح كل شيء ربح والخسارة كلها بتصير عليك. كان لازم. والله كان لازم. كان بطلع احلى. كان لازم. تلعب معي حجر ورقة على عقوبة؟ لا. على عقوبة؟ لا. على عقوبة. يلا. حجرة ورقة مقص. من أول مرة. من أول مرة. يلا. حجرة ورقة مقص. لك عندي عقوبة. لا 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 في عقوبة. هاي الخطة هاي الخطة عم بدرسها من عامل لك هيك بالغلط اول شيء اول حاجة رمشة تعمل لي وراها جايدة ايوه جاعدة. الشغلات كلها تاع جايدة يلا حجرة ورقة مقص هاي مرتين عقوبتين يلا مو دبي ربع يلا 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 تاع 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 ستوري تاع ستوري تاع 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 بروك 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 اقول لك مسك تليفون انت تمام مسك تليفون انا حيوان الاليف للحموده يلا تيك تحكي انا حيوان الاليف انا الحيوان الاليف للحموده يلا يلا ما بحكي اياه انا قطته الاليفه للحموده يلا 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 ربي يسعدكم يا جماعه انا قطته الاليفه للحموده لوي هاي تاع وايت جرو على فكرة هاي جرو كمان يلا اوكي يلا اذكر حالك بالقصة ونزله يلا بسرعة 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 ايوه هاي كل شيء موثق عندي بالانستغرام يلا اذكر حالك بالقصة ونزله يا شطور والعقوبة الثانية تمام ما انك حيواني الاليف تمام مسامح مانا حيواني الأليف يلا حجر وقص على يعقوب مو فرحان بتعقبني تلعب معي يعقوب يلا لا 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 ليش بخايف لا جبانة ايه جبانة انا انسان جبان عادي يلا المهم ربي يسعدكم يا جماعة ربي يسعدكم يا جماعة حبكم خير الله اذا حبيت الفيديو تحطوا لايك في القناة استنوا الفيديو الجديد كان معكم اخوكم الرامي ومحمد مرة الكاميرا حشكم خير تمام و خلص حيشفشو؟ دقيقة حيشفشو؟ صور خلص صور أخوي أنت إيه أخوك يلا إيه شكرا كثير شكرا فيديو جديد و السلام عليكم.